اكرم راح اكرم راح اكرم راح مرار الله 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 يا سلام على ثالث اهداف الزعيم بكره جميله للغايه بكره غايه في الروعه والجمال والسرعه والاداء والمرور والتفاني والتمرير كان هذا كله خلف الهدف شوف الهيدوس ونظره الهيدوس قال له انا رحت قال له رحت قال له ايه قال له هاك قال له ها قال له خذ هذه الكره وبعد ذلك مرر له وقال له سجل اريد الهدف رقم 100 قال لك ما تغلى عليك هذا الاسيست هذه الكره هذه التمريره وعبرت وتجاوزت وسجله يوسف عبد الرزاق ثلاثيه الزعيم يضرب الزعيم بالثلاثه نعم هنا في هذه المواجهه نعم